السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. خبر حزين، يمكن تلقينا أمس ليلا في وقت متأخر خبر إصابة الدولي السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي، وبذلك بكل أسف سيغيب عمر السومة 11 يوم مكتملة عن الملاعب السعودية. 11 يوم من أهم الأيام في الدوري السعودي، لأن هم آخر مبارتين في الدوري السعودي. المباراة الأولى كانت بكرة مع أبها الساعة 7:30، والمباراة الثانية أمام الرائد وكانت هتبقى يوم 9:09 الساعة 7:30 أيضا. المباراة دي كانت مهمة جدا لأن عمر السومة كان هيكون في منافسة مع جهاد الحسين. عمر السومة مع الأهلي السعودي وجهاد الحسين مع الرائد السعودي، ولكن بكل أسف غاب عمر السومة عن المباراتين دول بسبب الإصابة اللي هنعرف أسبابها بعد كده، وهنعرف يا ترى يعني ايه طبيعة الإصابة بالضبط. كمان عمر السومة بإذن الله إن شاء الله الآن يعد، يعني يعد من أجل الإصابة ويعالج من الإصابة، وفي نفس الوقت يعد لمنافسات دوري أبطال آسيا. عمر السومة سيكون أساسي بإذن الله إن شاء الله في دوري أبطال آسيا، وأول مباراة هتكون بعد 11 يوم من دلوقتي، وهتكون مع نادي الشرطة، وهتكون بإذن الله يوم 14/9 الساعة 5 مساءً بإذن الله. وكتبت الجريدة المصرية المصري اليوم في نفس الصدد: الإصابة تبعد عمر السومة عن أهل جدة في آخر مواجهتين بالدوري السعودي. وذكر أيضا موقع جول مفاجأة من العيار الثقيل فجرها طارق كيال القائم على النادي الأهلي السعودي حديثا، حيث أن طارق كيال تدخل وحسم صفقة جديدة للنادي الأهلي السعودي. تلك الصفقة يعني ستكون دعما لعمر السومة، أو بالأحرى هي خطبا لود عمر السومة الذي لمح ولوح وصرح بأنه إن لم يأتي الأهلي السعودي بعناصر يعني تخدم عليه في النادي الأهلي السعودي لكي يحقق الأهداف التي تليق باسمه وإلا سيرحل. ولكن طارق كيال أكد أمس لموقع جول أنه يعني أوشك أن ينتهي من الخطوط الأخيرة في صفقة جديدة للنادي الأهلي السعودي، وهذه المرة صانع ألعاب مخصوص لعمر السومة وهو اللاعب إسماعيل عمر الذي كان يلعب من قبل لنادي جدة. وأيام قليلة وتفصلنا عن التوقيع الرسمي لتلك الصفقة. وأيضا الصفحة الرسمية لدوري أبطال آسيا على تويتر ذكرت قبل قليل: نتمنى لك الشفاء العاجل، عكيد نراك في دوري أبطال آسيا قريبا. وتعالوا نذهب ونتحدث عن البيان الرسمي من النادي الأهلي السعودي والذي تحدث فيه عن طبيعة إصابة السومة. أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد، فيما سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. وطبعا دوري أبطال آسيا بإذن الله إن شاء الله خلاص بشكل رسمي هيعود من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، وكل المباريات هتكون في قطر، في دولة قطر بإذن الله. مرة أخرى لا تنسوا متابعة مباراة عمر السومة في دوري أبطال آسيا. المباراة هتكون أمام نادي الشرطة، والمباراة هتكون يوم الاثنين 14/9 الساعة 5 مساء بإذن الله. وتعالوا نعود ونتحدث عن المنتخب السوري الأول للرجال، وقدمنا فترة طويلة ما تكلمناش عن المنتخب السوري وعن معسكر المنتخب السوري. تلك الصورة التي تظهر أمامكم والتي أول صورة فيها نبيل معلول وهو مبتسم في دمشق، الصورة الثانية نبيل معلول وثائر كروما ومرديك مردكيان ووسطهم محمد كامل كواية، تلك هي الصور الأخيرة للتمرين الأخير أو للمران الأخير في دمشق. على الأغلب سيكون هناك معسكرا مختلفا في محافظة مختلفة في سوريا. أدي نبيل معلول والسيد حاتم الغايب، وأدي الصورة التي أمامكم والتي يظهر فيها ورد السلامة، هو للأسف تعرض للإصابة في معسكر أمس. سلامات ورد السلامة، وسيعود بإذن الله إن شاء الله أقوى يعني عن الأيام اللي فاتت، ولكن سيغيب ورد السلامة عن المعسكر الحالي للمنتخب السوري الأول للرجال، متأكد الأمر ده، حتى يعني يتعافى من إصابته بإذن الله. وتعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة والتي فيها أسئلة مهمة جدا، وبعض الأسئلة تدور حول عمر خريبين وعن يعني آخر تطورات علاقته مع نادي الهلال. والتعليق الأول من محمد:
أخي أحمد، ليش ما يكون منتخبنا الوطني مشارك بلعيبة بالكامل ويشاركوا بدوري النخبة؟ أولا يا أخي الغالي، دوري النخبة خلاص يعني على الأغلب لن يتم، لأن خلاص الدوري السوري هيبدأ في شهر 10، في نص شهر 10. أما الحديث عن المنتخب السوري بكامل لعيبته، أخي الغالي، ليس الأمر له علاقة بالاتحاد السوري، وليس له علاقة بنبيل معلول، وليس له علاقة بأي حد، ولكن الأمر بسبب فيروس كورونا. فيروس كورونا للأسف حجم سفر اللاعبين، وبالتالي صعب جدا جدا أن ترى محترفا في الأيام أو حتى الشهور المقبلة. وتعليق آخر من العكيد عمر السومة السومة، مشكور أخوي، هل فعلا في مباراة قادمة لمنتخب سوريا ضد الكويت ودي؟ هل الكلام صحيح أم لا؟ أرجو الرد. الكلام غير صحيح، إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي عن مباراة ودية ما بين سوريا والكويت. وتعليق من عبد الله ناصر، أخي أحمد، هل تتوقع أن منتخب نسور قسيون قادر على التأهل إلى كأس العالم؟ أتمنى ترد على تعليقي. إجمالا أنا أتوقع وتقريبا متأكد أن المنتخب السوري قادر أن يصل إلى كأس العالم وباللاعبين المحليين، ويمكن أنا أكتر من مرة بدخل في تحديات معاكم وبكسبها. يعني أنا تحديتكم قبل كده، قبل مباراة الصين الأخيرة، مباراة سوريا والصين في التصفيات المشتركة، وقلت لكم إن إحنا هنكتسح الصين بأقل المجهود، وقلت لكم إن مباراة الصين هتكون أسهل من مباراة المالديف وغوام، وحصل. أنا بقول لكم إن وصول المنتخب السوري الأول للرجال إلى كأس العالم أمر يسير، ولكن أنا مش عايز المنتخب السوري الأول للرجال يصل إلى كأس العالم ويعمل زي منتخب مصر مع كوبر. لو أنتوا فاكرين، وصل المنتخب المصري إلى كأس العالم في روسيا 2018 ورجع بخيبات الأمل بكل صراحة وبدون أي مجاملة. أنا عايز المنتخب السوري يروح ويكون لي أداء مشرف، أداء يمثل دولة سوريا، أداء يمثل محبي كرة القدم السورية، واللي أنا بأشرف إن أنا أكون واحد منهم. لكن تروح بس لكأس العالم، يعني كله عايز يروح لكأس العالم. طب أنت لو رحت لكأس العالم هتعمل إيه؟ وتعليق آخر من ميجافون، أخي الغالي، على السريع أكد لنا الخبر، صحيفة سعودية بتحكي إنه نادي الهلال يتخلى عن عمر خريبين في الانتقالات الصيفية حاليا. أولا الصحيفة السعودية أو صحيفة السعودية لم تتحدث عن عمر خريبين في آخر 5 أيام، ده أولا. ثانيا إلى الآن ما فيش أي كلام رسمي من لوتشيسكو عن إن هو تخلى عن عمر خريبين، دي إشاعة، محض إشاعة بشكل واضح جدا جدا. وابحثوا على كل الصحف لن تجدوا أي خبر بيقول كده، هي فقط بعض من صفحات السوشيال ميديا، ونتمنى ان هم يكون عندهم مصداقية اكتر في الفترة المقبلة. وعلى فكرة بالمناسبة هم على الاغلب بيكون عندهم مصداقية، ولكن احيان كتيرة جدا جدا بيعملوا كده فرقعات اعلامية لا اساس لها من الصحة. خريبين الى الان لحد يوم 3/9 هو باقي مع الهلال. وتعليق اخر من اجاج بيقول لي معنى الاموال المجمدة. اخي الغالي، الاموال المجمدة بكل بساطة هي اموال لا يمكننا التصرف فيها، بمعنى أدق أن المنتخب السوري الأول للرجال يأتيه أموال بعد كل مسابقة أو قبل كل مسابقة وقبل التصفيات الأسيوية وقبل تصفيات 2019 و2018 كان يأتيه أموالا من الاتحاد الدولي والاتحاد الأسيوي لكرة القدم. تلك الأموال عليك أن تنفقها على كرة القدم السورية لديك، إن لم تستخدم تلك الأموال فستضيع عليك تلك الأموال، وستصبح تلك الأموال مجمدة لا تستطيع التحكم فيها ولا تستطيع استردادها إلا بقضية أو إلا بمحامي أو إلا لو الاتحاد السوري لكرة القدم قدم عريضة أو عريضة باللغة العربية يبين فيها حيثيات استخدامه لتلك الأموال. المنتخب السوري أو كرة القدم السورية ليها أموال مجمدة قد إيه؟ مفيش كلام رسمي، ولكن السيد صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري سابقا أكد إن هي حوالي 10 مليون دولار. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ ما نقدرش نبت في الأمر، لكن في أموال مجمدة، نعم نعم هناك أموال مجمدة للمنتخب السوري الأول للرجال. وتعليق آخر من قناة أحمد قاسم، وأنا بعتذر أن أنا مضطر أرد على التعليق ده، بيقول الأهلي المصري دوري جربان، الدوري السعودي من أجمل الدوريات العربية. أولا الدوري السعودي فعلا من أجمل الدوريات العربية، ولكن فكرة أن أنت تصف الدوري المصري بأنه جربان، يعني أنا بعتذر إذا كنت ذكرت اسمك، لكن أنا مش دايماً بعمل كده. بعيداً عن اللفظ بتاع جربان، أنت قصدك أن الدوري المصري دوري ضعيف. أنا أختلف معاك، مش عشان أنا مصري، ولكن عشان أنا متابع كويس إلى حد ما.
الدوري المصري اقوى دوري عربي، ابحثوا بالارقام هتلاقوا ان هو اقوى الدوريات العربية. الدوري المصري عنده اغلى لاعبين، الدوري المصري بيصدر للعالم كله لاعبين محترفين ابرزهم محمد صلاح، وجاب ليه حازم امام، وجاب ليه محمد زيدان ومحمود تريزيجيه، لاعبين كتيرة جدا جدا. الدوري المصري عنده اقوى تغطية اعلامية وعنده قنوات بالملايين، عنده قناة الحياة وقناة النهار وقناة الاولى والقناة التانية وقناة النايل الرياضية، وعنده قناة ام بي سي مصر، عنده قنوات رياضية كبيرة جدا جدا، وبعض القنوات فيها استثمارات بالملايين. الدوري المصري من اسخن الدوريات، وديربي الدوري المصري ما بين الاهلي والزمالك من اسخن الدربيات على مستوى مش بس العالم العربي، لا على مستوى العالم. ديربي ايام ما كان فيه جمهور كان بيحضر 100,000 و120 الف. انا مش زعلان منك ابدا على اللي انت قلته خالص، ولكن انا عايزك تعيد النظر في موضوع الدوري المصري. وفكرة انتقال عمر السومة للدوري المصري متروكة ليه، يعني صحف عديدة بتؤكد ان عمر السومة مش عايز يروح للدوري المصري، ولكن انا قلت لكم امبارح لا، ما زالت المفاوضات ما بين عمر السومة والدوري المصري والاهلي المصري قائمة الى الان. وتعليق اخر من سمير الدليمي، اخي انت شو رأيك، هل يرحل ام يبقى مع الفريق؟ اخي الغالي انا مع التغيير قولا واحدا، انا مع التغيير، ولكن في نفس الوقت انا لست اناني، انا مش اناني، انا عمر السومة بالنسبة لي بحبه وبحترمه كلاعب وكموهبة سورية، واتمنى المصلحة ليه هو قبل اي حد. عمر السومة لو قرر ان هو يبقى في الدوري السعودي ويستمر خلاص يكون هي دي مصلحته، وادعي له ان ربنا يوفقه، وعلى الاغلب على الاغلب سيستمر عمر السومة في الدوري السعودي على الاغلب، لاني هو مش عايز يغير، هو بيفضل الاستقرار. ولكن الامر الغريب ان هو طلب الرحيل، انا وجهة نظري ان هو طلب الرحيل هي عبارة عن تنفيسة، عارف كده لما تكون مكتوم ومكبوت وتخسر او تتعادل امام الشباب فجأة تقول انا عايز اسيب الاهلي، دي تنفيسة. يعني تعاملوا مع تصريحات عمر السومة بان هو عايز يسيب الاهلي السعودي على انها مجرد تنفيسة وقت غضب. في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة نتناول فيها كل ما يخص شأن الكرة السورية حول العالم وشأن المنتخب السوري الأول للرجال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.